صفر داخل معايا فيها خسارة. هل قصدي؟ ضيعت نفسك عشان بيت. من هو المحامي أشرف نبيل وما علاقته بفريد الديب؟ مقابل 3 ملايين جنيه أشرف نبيل يتولى الطعن على حكم إعدام قاتل نير أشرف. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لكن هو نصيبه كده انه يموتها وانه ياخد عقابه وان هي تدخل الجنه وتبقى شهيده. الحمد لله. يعني النهارده النهارده في الشارع النهارده يعني كانوا يعني عبارين عن فرحتهم النهارده بسرعه الحكم. مش الشارع بس، مش الشارع بس، مصر كلها والله والوطن العربي كله كان فرحان. انا كنت سامع مقابل 3 مليون جنيه اشرف نبيل يتولى الطعن على حكم اعدام قاتل نير اشرف. اصدرت مصلحه شهر العقار والتوثيق اليوم اول توقير رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالاعدام. يتولي المحامي اشرف نبيل مرحله الطعن في حكم اعدامه، وذلك بعد ان اعلن المحامي شروط قبول القضيه بعد تفاوض دام اكثر من 45 يوما تلقيه مطالبات ورسائل عديده من المتعاطفين مع المتهم واسرته. وكان من ابرز الشروط التي وضعها نبيل هو انه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دون اجنبيه، وانه يجب ان يوكل رسميا في القضيه من المتهم او اهليته. وفي نفس السياق كشفت احدى المصادر ان اسره مصريه اثريه قد تواصلت مع نبيل منذ ايام وتفاوضت معه لتولي مرحله الطعن وتوكيله رسميا في القضيه بموجب توكيل رسمي من المتهم صادر من سجن جمصة شديد الحراسه. وبذلك يكون اشرف نبيل هو المحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم. وبمقابل مادي كشفت مصادر انه تخطى 3 ملايين جنيه مصري. وكانت محكمة جنات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة اصدرت حيثية النطق بحكم الاعدام على المتهم محمد عادل والذي قتل زميلته نير اشرف امام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها. وطلبت المحكمة في حيثية حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها لتحقيق ردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن. بالفيديو محامي محمد عادل يوضح طبيعة اتهامه لعائلة نير أشرف بالبلطجة. تحقيقات موسعة تجريها نيابة المنصورة في بلاغ المقدم من المحامي أيمن محفوظ ضد عائلة نير أشرف واتهامهم بالبلطجة، وذلك بعد الدعاء الإعلامي أحمد رجب باتهامات أسرة نير بالبلطجة والترويع ضده وضد محمد عادل ووجود طرف ثالث في القضية حرض على قتل نير. واستمعت النيابة للمرة الثانية لأقوال المحامي مقدم البلاغ، وانتهت تلك التحقيقات منذ لحظات وكان التحقيق منصب على تفاصيل البلاغ وسؤال حول أن هذا البلاغ يمثل اتهام المباشر من محفوظ لأحد الأطراف. وأكد محفوظ أمام النيابة العامة أن البلاغ لا يحمل اتهاما مباشرا، إنما هو بلاغ للتحقيق والفصل في تلك الواقعة وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة الجنائية نظرا لخطورة تلك الجرائم. رسميا المحامي خالد الدسوق يطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نير أشرف. مقتل نير أشرف طالبة المنصورة. وتقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى البري المحامي بالنقدة صباح اليوم الأربعاء مذكرة للطعن إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية أمام محكمة النقد على حكم إعدام المحكوم عليه بالإعدام محمد عادل. وقدم البري نسخة مذكرة النقد للنيابة العامة لإرفاقها في أوراق القضية أمام محكمة النقدة التي سوف تنظر في الطعن المقدم منه على حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف طالبة المنصورة. وعقب صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف طالبة المنصورة، وفي اليوم التالي مباشرة يوم 7 يوليو وقع الطالب الرسمي داخل محبسه تحت رقم 447 لسنة 2022 والذي ينص على طلبه بالطعن على حكم إعدامه عن طريق هيئة دفاعه التي ستقدم مذكرة النقد على الحكم مباشرة. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام هيئة دفاع محمد عادل بدعا مذكرة النقد بشكل رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن وهي 5 من شهر 9 المقبل. ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقد عددا من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات. محامي قاتل نير أشرف 7 أشياء تنقذ محمد عادل من حبل المشنقة.
كشف أشرف نبيل المحامي محمد عادل الصدر ضده حكما بالإعدام لإدانته بقتل طالبة المنصورة نير أشرف في تصريحات خاصة لدار الهلال أنه ستولى الدفاع عن المتهمة محكمة النقد ويعكف الآن على كتابة مذكرة النقد وبعد الانتهاء منها سيعلن تفاصيلها في مؤتمر صحفي وأضاف أسرة المتهم حررت لي توكيلا بتولي الدفاع عن ابنه محمد عادل ووقع المتهم على التوكيل في السجن وأشار إلى توليه الوكالة عن المتهم لا يعني استبعاد المحامي الكبير فريد الديب الذي قد يتقدم مذكرة الطعن في القضية وهذا أمر ليس مستبعدا فقد يترافى 50 محاميا عن المتهم الواحد أمام النقد وحول من سدد قيمة الأتعاب التي بلغت 3 مليون جنيه قال المحامي أشرف نبيل إن هذا الأمر لا يريد الخوض فيه. محامي قاتل نير أشرف يكشف مفاجأة جديدة تبطل حكم الإعدام. فجر أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف فتاته جامعة المنصورة والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة مفاجأة من العيار الثقيل مشيرا إلى أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محكمة موكله والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة مفاجأة من العيار الثقيل مشيرا إلى أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محاكمة موكله والحكم الصادر بالإعدام وصرح أشرف نبيل المحامي قائلا 3 ثواني فقط من واقع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقد الحكم وفقا لصحيح القانون. محامي قاتل نير أشرف يفجر مفاجأة من العيار الثقيل. قال المحامي أشرف نبيل محامي المتهم بقتل نير أشرف فتاته جامعة المنصورة في مصر والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محاكمة موكله والحكم الصادر بالإعدام 3 ثواني فقط من واقع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقد الحكم وفقا لصحيح القانون. وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية فقد كشف نبيل أنه يعكف حاليا على كتابة مذكرة الطعن بالنقد على حكم الإعدام الصادر ضد موكله وجاء في مذكرة الطعن 7 أسباب لنقد الحكم ستحمل مفاجآت تهز المجتمع المصري. وقال نبيل ننبه ونشدد في التنبيه على السادة مستخدمي الفيسبوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل أو تعليقات. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات ما هو سبب تغيير محامي محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.